أكدت السفيرة ميرفت التلاوي مديرة منظمة المرأة العربية أن المنظمة تولي اهتماما كبيرا بقضايا العنف ضد المرأة. وخلال ندوة حول آليات مناهضة العنف ضد المرأة، قالت التلاوي أن العديد من الدول اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة العنف ضد المرأة، مشيرة في الوقت نفسه إلى الحاجة لتغيير الثقافة المجتمعية تجاه المرأة.